في مراكز البعوث وفي جامعات. السياسيين بيقول لك السياسة دي فن الممكن، فن إيجاد البدائل. فبالتالي شايفين ناس العلوم السياسية ديل ناس منظراتية وقاعدين في برج عاجي ما فاهمين الحاصل برا شنو. ناس العلوم السياسية شايفين لك السياسيين ديل ناس جربندية زي عنقالة، ناس ما قروا ماكس فيبر ولا عارفين أسس السياسة. الصح منو؟ هل السياسيين ولا ناس العلوم السياسية؟ إخوان المسألة في الحقيقة تكاملية. المسألة تكاملية لأنه السياسة فن وعلم في وقت واحد، بنحتاج فيها للمهارات الميدانية بتاعت السياسي على قدر ما بنحتاج فيها لفهم قواعد التحكم في السلوك الاجتماعي اللي بيعرفها عالم السياسة. وبكده وصلنا لنهاية حلقتنا دي، حلقة عرفنا فيها كيف إنه السياسة داخلة في كل ناحية من نواحي حياتنا، عرفنا فيها كيف بتكون السياسة في الدول الديمقراطية، عرفنا فيها المنظرين السياسيين الأوائل، منظرة العقد الاجتماعي، عرفنا فيها هل السياسة هي فن ولا علم. لكن موضوع السياسة ما انتهى، وأكيد حقابلكم في حلقة تانية، لأن موضوع السياسة ده أخذ موضوع طويل خلاص. الدولة والنظام السياسي والحكومة مصطلحات كلها عندها ارتباط ببعض. طيب نوع الارتباط ده هو شنو؟ أقول لكم حاجة، ما نسأل أخونا البحر. الباخرة دي فيها لوحة بتاع التحكم، اللوحة دي بتستخدم لضبط مسار الرحلة، والباخرة دي برضو عندها طاقم بيسهر على صيانتها وعلى تأمين سلامتها كل يوم. واحدة من المهمات الرئيسية للطاقم ده إنه يقود الباخرة ويمشي بها بثبات إلى بر الأمان. الحكومة هي الطاقم اللي بيسهر على صيانة الدولة السفينة، والدولة بيتم تشغيلها من خلال نظام سياسي لوحة مفاتيح عشان يوديها لبر الأمان. طيب ما نتعمق في الكلام ده شوية. أرح الدولة عندها تعريفات كثيرة، وده نابع من إنه الدولة نفسها أخذت أشكال متنوعة في التاريخ الإنساني. لأن الدولة السلجوقية ما زي الدولة الرومانية ولا زي الدولة العثمانية. فبالتالي وللاختصار ممكن الليلة نتعرف على أركان ومقومات الدولة الحديثة. الدولة بمعناها الحديث كيان سياسي وجغرافي، سياسي وجغرافي. والكيان ده عنده 4 أركان. الركن الأول هو الرقعة الجغرافية، يعني الأرض. ما في دولة من دون أرض، ما في دولة من دون أرض بتورينا حدوده شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وتورينا موقع الجغرافي من الكرة الأرضية. حشنا الدولة الوحيدة ما عندها أرض هي دولة في الأحلام. والدولة طبعا قابلة للتوسع والتضاؤل، زي التضاؤل اللي حصل للدولة السودانية بعد انفصال الجنوب. والركن الثاني هو السكان، الشعب، الناس الساكنين في الرقعة الجغرافية اللي تكلمنا عنها دي. والركن الثالث هو السلطة الحاكمة، ودول هم الأفراد والمؤسسات اللي بيديروا الدولة. والركن الرابع والأخير هو سيادة الدولة، وسيادة الدولة بتعني قدرة الدولة على ممارسة السلطة في الرقعة الجغرافية دي كلها من دون استثناء، وعلى جميع أفراد الشعب من دون استثناء ومن دون تدخل من الخارج، زي التدخل اللي كان بيحصل في الدولة العثمانية. الولاة كانوا بترشحوا من الدولة العثمانية عن طريق الفرمان، ده ما بيحصل في دولة ذات سيادة. كل القرارات بتكون داخلية وبتخص الرقعة الجغرافية المعينة والشعب المعين بدون استثناء. يبقى أركان أو مقومات الدولة الحديثة 4: الأرض، الشعب، الحكومة، وسيادة الدولة. الأربعة ديل، أي واحدة من الأربعة ديل ينقص يبقى دي ما دولة، دي حاجة تانية. والدولة الحديثة مميزات كثيرة جدا، نذكر منها على سبيل المثال
احتكار العنف الشرعي. وده بيعني إنه الدولة الحديثة ما فيها فتوى لها، ما فيها شيخ حلة بقول أنا دار طبق الحدود على فلان الفلاني عشان عمل الحاجة الفلانية. العنف واستخدام القوة، الجهة الوحيدة القادرة على تنفيذه هي الدولة نفسها. ومن مميزات الدولة الحديثة حكم القانون، يعني ما يزول يفرض ضرائب براه، وما يزول يعلن حالة الحرب بمزايه. والبيروقراطية، والبيروقراطية جاية من الكلمة الفرنسية بيرو. بيرو معناتها مكتب. يبقى البيروقراطية هو النظام اللي بيعتمد على مجموعة من المكاتب الخدمية اللي من خلالها الدولة بتحقق أغراض المواطن. وأخيرا المواطنة، ودي معناتها إنه كل الناس تكون متساوية في حقوقها وواجباتها بغض النظر عن أصلهم، عرقهم أو معتقداتهم الدينية. وبكده عرفنا أركان أو مقومات الدولة الحديثة، وعرفنا بعض ميزات الدولة الحديثة. الباقي شنو؟ الباقي النظام السياسي. فرح النظام السياسي هو عملية، بروسيس، عملية من خلالها بيتم اتخاذ القرار في الدولة. وأشهر الأنظمة السياسية هو النظام الرئاسي زي النظام في أمريكا، والنظام البرلماني زي ما في بريطانيا. لكن في أنظمة تانية، أنظمة خليط بين رئاسي وبرلماني زي ما في فرنسا، ونظام تاني اسمه نظام حكومة الجمعية النيابية زي ما في سويسرا. لكن الموضوع ده هنجيبه بشكل أوسع في حلقات اللي قدام. والسؤال اللي بتطرح دائما هو كيف ممكن للإنسان البسيط زول الشاي، كيف الزول ده ممكن يفهم النظام السياسي ويقدر يحلل العملية من خلالها بيتم اتخاذ القرار؟ كيف يقدر يفهم الكلام ده؟ في كذا طريقة للموضوع ده. في ناس بيقول لك لو عاوز تفهم النظام السياسي اللي بيفرز القرار في الدولة، لو عاوز تفهمه عين للصفوة في الدولة، الصفوة الاجتماعية، الاقتصادية، الدينية، السياسية، عين لهم بالمجهر وشوف نوع العلاقة اللي بتربطهم بالعامة، وبكده هتقدر تفهم القرار في الدولة بيتخذ كيف. الطريقة دي اسمها مقاربة الصفوة. وفي ناس تانيين بيقول لك لو عاوز تفهم النظام السياسي في الدولة عين لمجموعة القيم السائدة في الدولة دي، لأن السلوك السياسي هو وليد الثقافة المحلية، والثقافة المحلية دي بتتفهم من خلال علاقة الفرد بالدولة. الثقافة ممكن تكون ثقافة خضوع زي ما بيحصل في الديكتاتوريات، خضوع تام، أو ممكن تكون ثقافة بتاعت مشاركة زي اللي بيحصل في الليبراليات الديمقراطية، أو ممكن تكون ثقافة بتاعت لا مبالاة، لا مبالاة متبادلة للدولة شغالة بالأفراد والأفراد شغالين بالدولة، زي اللي حصل في فترة من الفترات في أفغانستان وفي الصومال. والمقاربة دي اسمها مقاربة الثقافة السياسية. وفي ناس تانيين قالوا الأفضل إننا نعاين للنظام السياسي ده على إنه صندوق، صندوق بيجيه مدخلات معينة بيقوم بتحويلها وبيطلعها في شكل مخرجات معينة. المدخلات دي عبارة عن مطالب ومستوى تأييد، مطالب زي عيش وبنزين وتعليم وصحة وحرية، ومستوى تأييد بتفرضه جماعة الضغط والمظاهرات والضغط الخارجي ومجموعة من العوامل الأخرى. المطالب دي بتدخل النظام السياسي عبر النواب البرلمانيين مثلا، والنظام السياسي بيحلل البيانات دي وينتج قرارات وأفعال سياسية تتجاوب مع المطالب دي ومستوى التأييد. دي المخرجات، لكن المخرجات دي ذاتها بترجع وتغذي مرة تانية مدخلات جديدة، وده بيفرز لنا مطالب جديدة ومستوى تأييد جديد، وبكده تكون اتخلق واقع سياسي جديد. العملية السياسية ما بتنتهي. المقاربة دي اسمها النظام السياسي للبروفيسور ديفيد إيستر. أحب تذكر النقاط اللي اتقالت كلها؟ أنا زاهت نسيت.
تعالي نذكرها سوا. طيب كده الكلام عن السياسة ما انتهى، وأكيد حقابلكم تاني لأن موضوع السياسة ده يخدم موضوع طويل. خلاص الدولة والنظام السياسي والحكومة مصطلحات كلها عندها ارتباط ببعض. طيب نوع الارتباط ده لكم حاجة، نسأل أخونا البحر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مجددا في منبر مبادرة الباحثين السودانيين في محيط اعتصام القيادة العامة. اليوم 19 رمضان موافق 24 مايو 2019، والليلة حنبدأ برنامج جديد زي ما عودناكم كل مرة بيجينا زول بمبادرة وبنستقبل المبادرة وبندعمها على أساس أنه تكون في تنوع واستنارة كاملة. نحن الموضوع بتاعنا هنا ده حرية سلام وعدالة، والوعي قرار الشعب. حرية سلام وعدالة، مدنية قرار الشعب. اليوم يسعدنا جدا أنه في مجموعة من الشباب المؤثرين في السوشيال ميديا وفي أماكن أخرى قاموا بمبادرة حول التثقيف السياسي وزيادة الوعي السياسي. نحن هنا تكلمنا عن حاجات أكاديمية وحاجات بحثية وكذا، فدارين نعمل برنامج ثابت برضو على أساس إنه الناس تتوعى سياسيا أكثر حول النظام السياسي ونظام الحكم وإلى آخره. فالفيديوهين اللي عرضناهم ديل للباحث محمد كمال شرف الدين، وهو باحث في جامعة بريستول في بريطانيا، وعنده صفحة اسمها البرنامج بتاعه ده اسمه ألف باء تاء ألف باء سياسة، لكن عنده صفحة اسمها الثورة حاجة كده، وعي الثورة ولا حاجة زي دي. فكان بينزل فيها فيديوهات تسقط بس وديكتاتور وسلمية وإلى آخره، فالناس ممكن تشوفها. إحنا لاحقا نخط العنوان بتاع الرابط بتاعها. فأسي عندنا أحمد ركابي هو المعد بتاع البرنامج، ومعه ناس تانين إن شاء الله هيشاركوا معه، هيعملوا حلقات بتاع تثقيف سياسي كل يوم من الساعة 9 للساعة 10. من الساعة 10 ل 11 حيكون عندنا برنامج نادي المخاطبة اللغة الفرنسية، من الساعة 11 ل 12 حيكون برنامج اللغة الإنجليزية نادي المخاطبة، وبعدها باقي البرامج الثانية. فنرحب بأخونا أحمد ركابي. أخواننا طيب أخوانا السلام عليكم. السلام. كيف أحوالكم؟ إن شاء الله طيبين. مبدئيا طبعا ناس عاديين يعني ما مشهورين زي دكتور نور رفع الله، فعشان كده قاينا احمد، فانا اسامه في الحقيقه بس عامل فيها احمد. فسعيد جدا الليله اكون معاكم هنا اسامه الركابي، وان شاء الله باذن الله نقدم حاجه مفيده وجميله نقدر نستفيد منها ونقدر نمشي بها لمرحله ثانيه، نقدر نكون عارفين احنا اصلا عايزين شنو من الثوره حقتنا. فمبدئيا يا اخوان احنا قاعدين هنا صراحه ما كنت عليكم، احنا ما كنت عار شديد يعني قاعدين، فمفترض نقوم نجيب الناس من هناك، فجاهزين عشان نقوم نجيبه؟ ها؟ جاهزين. ميتين والله دي لا زورة لا حاجة. جاهزين. حرية سلام وعدالة، مدنية خيار الشعب. حرية سلام وعدالة، مدنية خيار الشعب. حرية سلام وعدالة، مدنية قرار 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 الشعب.
حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب. طبعا هم لحد الان الناس الموجودين ولا شايفيننا وسامعيننا وعاملين رايحين لكن حنجيبه صدقوني حنجيبه ما في مشكله. فبدايه يا اخواننا ما اعرف انتوا السلام عليكم ولا لا ثاني السلام عليكم لو ما قلتها. وفي البدايه قبل اي حاجه دائما نترحم على اخواننا الشهداء اللي خلونا وخلوا مع مشيتهم مسؤوليه كبيره شديد في رقبتنا. الله يرحمه. لازم كل يوم نستشعر المسؤوليه دي واحنا جايين في المكان ده لانه المسؤوليه اللي بقت في رقبتنا ما صغيره. الثوره اللي احنا قاعدين نعمل فيها حاليا ما حاجة بسيطة وحرفيا يعني سمعنا الكلام ده من كم زول سواء في العالم الخارجي أو من الجيل الأكبر مننا اللي هم كان في عدم احترام منهم لينا لحد فترة قبل الثورة والحمد لله حاليا بقيت احترمونا شوية مش كده أحسن؟ أحسن الحمد لله كويس الحمد لله طبعا عمي قال فرضناه عليهم فهو الحمد لله حاسم نفسه معانا كتر خير طيب يا أخوانا نبدأ بنشيد العالم بعدين ندخل في موضوع حقنا نبدأ؟ هاي نبدأ نحن جند الله جند الوطن إن دعا داعي الفداء لم نخن نتحدى الموت عند المحن نشتري المجد بأغلى ثمن هذه الأرض لنا فليعش سوداننا عالما بين الأمم يا بني السودان هذا رمزكم يحمل العبء ويحمي أرضكم مدنية 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 طيب خلنا ماشي كويس والله كونك انت جيت احنا ماشيين كويسة حبيبي والله يا اخو والله انت اطول زول انت احلى زول طيب يا اخواننا عايزين نبدا طبعا الفكره هتكون كالاتي احنا كلنا عايزين نتثقف سياسيا وعايزين نعرف اكثر عن السياسه وكلنا غالبا ما عندنا علاقه مع السياسه الا الفتره بتاعت الثوره مما بدت من شهر 12 او قبلها بشويه لحد ما احنا ماشيين لحد الوقت اللي احنا فيه ده فعايزين نعرف اكثر عن السياسه ودايما نعرف احنا اصلا وضعنا وين حاليا او احنا عايزين نصل لشنو او الخطوه الجايه حتكون شنو فالحاجات دي كلها احنا كشباب ما حنستحمل انه زول يجي يقف قدامنا بصراحه ويقول لنا والله يا اخواننا انه طبعا الحاجات المتبوتقه في البتاع احنا لازم فشنو لازم ناخذ شنو الاسلوب بتاع انا بقول تزيد تقول امين ظابط يا مش كده كده بنفس المنظر فدكتوران ورمي جبير شغال يقول مبادره شبابيه بتاع هو ما عارف انه هو حيتلطف الليله دي كلها يعني حيكون قاعد معانا بما انه هو زول ناشط سياسي من زمان وزول شغال في مجال بحثي من زمان فخبرته في السياسه اكثر مننا كثير فاحنا حنقوم نستفيد منه واضافه لكده حتكون عباره عن اقرب لنا ركن او حلقه نقاش بيناتنا كلنا عشان نعرف كل زول عنده سؤال معين كل زول عايز يعرف حاجه معينه كل زول عنده تساؤل حائل في راسه ما يرجع من هنا الا وهو مجاوب على الحاجه دي وعارف انه هو اصلا ليه معتصم هنا ولا ليه قاعد هنا ولا اصلا ثورتنا دي كانت ليه ولا شنو الحاجه اللي ممكن تخدمها عشان تقوم تحقق مطالبنا زي ما احنا ولا اصلا مطالبنا هي ذاتها شنو وليه ذات المطالب دي قامت كل الحاجات دي احنا لازم نعرفها واحنا بنتناقش مع بعض فما في مقدم حيكون واقف هنا يقول لكم يا اخواننا طبعا هي 1 2 3 4 احنا ما قاعدين بروجيكتر هنا زي الشباب قبل شويه ده الله يديه العافيه لكن هو فيديو احنا هنا قاعدين حقيقيين ما فيديو فلازم الموضوع يكون فيه نقاش بيناتنا صح؟ صح ممتاز فحنقوم دكتور انور دفع الله انا عارف اسمك طبعا فما بغلط فيه اقول لكم دكتور احمد دفع الله ولا اي حاجه طيب دكتور انور دفع الله واخوي ناظم كمال الاثنين موجودين هنا برضو من الناس النشطاء جدا وحيقوم يجاوبوني على الاسئله اللي انا ذاتي حكون واحد من الناس اللي معاكم حسالهم وبعدين ندير الحوار بيناتنا ونعرف احنا عايزين شنو اتفقين؟ طيب الاساتذه برضو بمناسبه خطرين جدا طيب انا اسف والله هاي الاساتذه دي كلهم دي كلهم اساتذه جامعات وباحثين وبتاع شباب قربوا هنا خليكم في المسرح هنا الموضوع ده نقاش وحوار ولا سهل وما تخجلوا الاعتصام حقنا كلنا ما تخجلوا تعالوا قربوا شويه بس اعمل حسابك ما تعرفش تقدر تزور اول حاجه يا اخوانا عليك الله انا صراحه يعني توقعت انه احنا في القعده بتاعتنا دي لما نجي نبدا ما حيكون في اي زول حاضر فكونوا اصلا في شباب عايزين يوعوا لانه هم بيسووا في شنو حاليا فدي حاجه تستحق تحيه كبيره مننا لينا احنا لينا احنا فاتمنى تقوم تحيوا نفسكم تحيه كبيره شديده طيب يا اخوانا نبدا بالسؤال الاول اللي هو حيكون زي مدخل كده بعدين نبدا نشوف باقي الاسئله جاهز السؤال الاول يا دكتور جاهزين هاي بس قرب وجاي لانه سماحه دوري هنا لا انا جاي بس انت جاهز جاهز طيب تمام
لما بدينا الثورة يا أخوانا وجينا قاعدنا هنا كان في مؤشرات كثيرة شديد وكان في ناس متفائلين بزيادة إنه إحنا مما نبدأ الثورة ومن قولة بسم الله كده طوالي هنقوم ننجح ونأخذ مضاربنا ونرجع بيوتنا ونتبقى الدولة مدنية والأمور كويسة وبتاع. لكن هل ده حصل؟ ما هو ده حصل؟ هل في زول كان متوقع حاجة غير كده؟ في غالبا الناس اللي بيكونوا حالمين شديد اللي هم ممكن يكونوا بيتمثلوا فينا احنا ذاته لما جينا هنا اول مره ما كنا عارفين سياسه يعني شو ما كنا معليش عارفين ما قصدكم لكن السياسه عموما يا اخواننا زي ما بقول ان هي لعبه ما نظيفه خليها عشان ما نقول لفظ ما نظيفه فعشان كده ما في حاجه حتى يساي احنا الليله عشان نعرف ان احنا وضعنا شنو عايزين نسال دكتور انور بدايه وهو حيقوم ينقل السؤال للضيوف ان شاء الله نتناقش فيه كلنا كان في ثورات كثيره قامت في السودان قبل كده في 64 وفي 85 وحاليا في 2018 واتوقع انه دي الثوره اللي انتوا على حسب ما قالوا اهلنا الكبار ذاتهم ان هي دي اكبر ثوره حاليا كانت موجوده في السودان لحد الان لحد الوقت اللي احنا فيه. فطيب احنا ليه ما نتعز اخونا هشام النور او هاشكو دائما بيقول كلمه جميله بيقول انه يا اخواننا اللي بيطلع على التاريخ لورا بيقدر يقرا المستقبل اللي قدام. فاحنا نقوم نعرف الحاجات اللي حصلت شنو لورا عشان نقوم نتلافاها ونصل للمطالب حقتنا زي ما احنا دايرين مش كده؟ طيب الثورات اللي فاتت دي اجهضت بمعنى شنو؟ بمعنى انه هي ما حققت مطالبها زي ما هي كانت دايره صح؟ طيب احنا حاليا في طور انه عارفين وكلنا شايفين لما نقول مدنيه قرار الشعب والمدنيه خيار الشعب والحاجات دي لان احنا حاسين انه في ثوره بتتسرق مننا وعشان ما يتسرق مننا احنا لازم نعرف شنو الحاجات اللي تسببت في اجهاض الثورات الفاتت عشان نقوم نتلافاها هسه فعايزين نطرح السؤال ده على دكتور انور ومنه ان شاء الله يطرح السؤال للباقي الاساتذه فشنو السبب يا دكتور اللي خلى باقي الثورات تجهض وعايزين نتلافى الاسباب حقتها عشان نقوم ننجح ثورتنا الحاليه دي طيب شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في البدايه يا اخوان نترحم على ارواح الشهداء ونسال الله سبحانه وتعالى انه يشفي الجرحى والاصيبوا في خلال الثوره وتحديدا 8 و11 رمضان ثانيا نترحم على روح الفقيد فقيد الوطن اللي هو محمد علي حسنين يعني شخصية ناضلت وأفنت حياتها كلها في خدمة الوطن وسبحان الله فقدناه الليلة وهو آخر نضال له كان عبارة عن يعني فتح بلاغ قضية بتغويض النظام الدستوري ضد المنقلبين بتوعنا الإنغاز ودي قضية يعني من أهم القضايا اللي كان ممكن تخدم كثير جدا والحمد لله إنه معه محامين تانين عشان إنه يواصلوا النضال بتاعه فنسأل الله سبحانه وتعالى إنه يعني يتغمد واسع رحمته ويجعل قبر روضة من هذا الجنة ويعني إن كان محسنا فيزيد في إحساني وإن كان مسيئا فيتجاوز عن سيئاته بالنسبة للتاريخ يا أخوان التاريخ السياسي بتاعنا تاريخ ثري ونحن من الناس اللي كنا بنتكلم في السوشيال ميديا وسائل الإعلام وكذا بأنه ثورات الربيع العربي دي كان يعني بالنسبة لنا نحن ولا حاجة يعني لأنه نحن جربناه في 64 وفي 85 الثورتين اللي حصلوا قبل كده أخواننا في تاريخنا ديل ثورات عظيمة جدا جدا لكن ما كانت بنظام قمعي غاشم زي النظام بتاع الإنغاز يعني في 64 يعني الحركات كلها الحركة كلها القامت والعصيان كان بيطلب من الحكومة الديمقراطية إنهم يقطعوا الطريق على منافس سياسي لهم عشان ما يصل للحكم فطلبوا منه الجيش يتدخل فتدخل الفريق إبراهيم عبود واستلم السلطة يعني ودي حاجة غريبة جدا جدا ما بتحصل أظن إلا عندنا في السودان هنا ده إنه حكومة ديمقراطية منتخبة تطلب من العساكر إنه يحسبوا الفوضى بتاعتها مش كده؟ حصل الكلام ده واستلم الحكم العسكري لمدة 8 سنوات والفريق إبراهيم عبود يعني برضو عنده أخطاء كبيرة جدا جدا لكن ما بتصل ل 1% من مقترفه الإنغازيون في الدولة بتاعتنا جاء النظام الثاني اللي هو برضو الديمقراطية حصل فيها فوضى شديدة وقرر الرائد جعفر نميري حينئذ إنه يحسم الفوضى يعني المرة الأولى قعد 8 سنوات إبراهيم عبود المرة الثانية نميري قعد 16 سنة المرة الثالثة البشير المقلوع قعد 30 سنة فالواضح انه احنا الزمن بتاع الحكم العسكري قاعد يزيد لكن الاوضح انه المجموعات النخبه السياسيه السودانيه ما قاعد تتعلم مش كده؟ نفس الارهاصات اللي حصلت ما بعد 64 وب 85 نفسها قاعد تحصل الليله وسبحان الله في اشخاص مشتركين يعني قاعدين نفس الناس اللي في 64 و 85 نفسهم الليله موجودين وجزء من الحريه والتغيير يعني فدي مشكله بالنسبه لنا احنا انه ما نعترف بانه الثوره دي ثوره شباب عملوها الجيل الراكب راسه وبالتالي هم المفروض انه هم اللي يقودوها
ما يقودوها يا اخواننا زي ما يقولوا سياسيين قدامى، زي ما قال مدخل تلينا قال له خمره جديده في قراني قديمه، فهي نفس الموضوع يعني. يفترض انه يدوا طوال القياده للشباب في التفاوض في الحكم في اي حاجه، لانه الناس دي اول مره لما جربوا هم يكونوا حاكمين كانوا شباب زينا، مش كده؟ اخذوا فرصتهم تماما. واسي بنقول ان حكومه ديمقراطيه مدنيه بتاعت كفاءات وكده، يفترض انها فعلا حكومه ديمقراطيه بتاعت الانتقاليه تكون بتاعت كفاءات شبابيه. يفترض في فيديو ما عرضناه وان شاء الله يتعرض لاحقا عن اختيار البرلمان، انه كيف ممكن تختار لك مجموعات عشوائيه من هنا من الاعتصام ده، ممكن تعمل لك برلمان ويشتغل بنفس الكفاءه بتاعت سياسيين مختارين بصوره يعني بروفيشنال. فنحن ما تعلمنا من اخطائنا في 64 ولا في 85، واسي حاليا احتمال يكون في تصعيد بتاع اضراب وعصيان، صح؟ عشان شنو بعد ذاك؟ عشان تاني نجيب السياسيين القدامى؟ يبقى لازم نتعلم من الاخطاء بتاعتنا، الاخطاء اللي حصلت قبل كده اخوانا الناس ما تتكرر تاني، لانه الحياه دي مهرت بدماء بتاع الشهداء، ولحد يا سيدي في ناس دمهم بينقط. عشان شنو؟ عشان الدوله المدنيه، الدوله الديمقراطيه، وانه ما نقعد لنا تاني 8 سنوات ولا 16 سنه ولا 30 سنه. فده اللي عندي بقدر اقوله عن الحاجه اللي فاتت. اتفضل يا ناظم. طيب السلام عليكم، تحية لك يا دكتور، تحية لكم جميعا. طبعا من الصعب شديد انه نحن نتكلم عن تاريخ السياسي السوداني يعني. ونحن بنعيش في التاريخ السياسي السوداني، بالذات لما نرجع للمحة تاريخية عن تكوين الأحزاب السياسية السودانية والنظام السياسي السوداني. ولما نتكلم عن نظام سياسي سوداني نحن بنتكلم عن تكوين أساسي للمكون المدني في الحكم. يعني نحن ما أول مرة نقول تسقط بس، يعني السودانيين قالوا تسقط بس لعبود، وقالوا تسقط بس لنمير، وقالوا تسقط بس للمخلوع البشير، وقالوا تسقط بس قبلية برضو للحكم الإنجليزي في السودان. فلما نجي نحن نقعد نراجع التكوين السياسي السوداني، بنلقى انه يا اخي نحن التكوين السياسي السوداني في عمر الامم او عمر الدول، لان احنا عندنا اقل من 100 سنه عشان يكون عندنا منظومه سياسيه حاكمه مستقله مستقره. ولحد الليله نحن المنظومات السياسيه بتاعتنا من الاستقلال لحد الليله هي عايشه في حاله بتاعت صراع، يعني في حالة بتاع صراع وتنازع ممكن نسميه سياسي ايديولوجي في انه كيف يحكم السودان. في يعني سؤال بيطرح او سؤال مطروح من النخبة السياسية انه دائما مشكلتنا في منو يحكم السودان. يعني السؤال المطروح انه منو هو المفروض يحكم السودان؟ هل يحكمه ناظم، يحكمه دكتور انور، يحكمه منو؟ دي مشكلتنا، ده السؤال اللي احنا قاعدين نطرحه. لكن السؤال الاهم إذا أنتم بتتفقوا معي، كيف يحكم السودان؟ نحن محتاجين إنه في المرحلة الجاية إنه نطرح السؤال ده، إنه نحن كيف ممكن نحكم السودان، عشان نحن ما نرجع لنفس المربع القاعدين يخطوا فينا القاعدين يعني الوضع السياسي المعقد اللي نحن موجودين فيه دائما بيخلي الاستدامة والاستمرارية بتاعت الحكم المدني في مهب الريح بسبب خلافات سياسية ممكن تخلي النظام المدني ده نظام غير مستدام. نحن ما أول مرة نطالب بحكومة مدنية، نطالب بحكومة مدنية طالبنا بها 3 أو 4 مرات، وفي كل مرة بتبقى المشكلة بتاعت الاستدامة بتاعت الحكم المدني. يعني ما نحن الليلة حنفرح، يعني أنا شخصيا ما حفرح إنه إذا بكرة نحن عملنا حكومة مدنية، لكن حكون شايل هم أكبر إنه الحكومة المدنية دي تستمر، لانه عندنا عبود حكم 8 سنين صح، حكم 8 سنين، نميري حكم كم؟ 16. وملاحظين انه موضوع العساكر او الحكم العسكري او الحكم الشمولي قاعد في متواليه هندسيه، يعني بتضاعف من 8 ل 16. عمر بشير ده لو كان تم سنتين حتبقى 32 سنه، يعني ده حتكون مضاعفات الثمانية. فالموضوع ده كل مره قاعد يتضاعف. احنا محتاجين انه نرجع للمربع الاول، انه كيف احنا نحكم السودان. السودان كلنا عارفين انه مليان بتنوع، تنوع ثقافي، تنوع بتاع موارد، تنوع بتاع حدود.
فالسودان يعني حاجة عظيمة وحاجة كبيرة شديد يعني. فأنا ما عندي كلام كثير أقوله في الموضوع بتاع يعني الموضوع بتاع السياسة. الحاجة بأكد عليها إنه نحن عندنا مشكلة السودان مشكلة سياسية ولا مشكلة عسكرية ذات. نحن مشكلتنا مشكلة سياسية. إذا ما قدرنا نحل المشكلة السياسية ما حنقدر نمشي أي مكان ثاني. ممكن الدولة دي تختطفها أي زول ثاني إذا ما قدرنا نحل المشكلة السياسية. السلام عليكم. التحية لكل الحضور الكريم. في البدء نترحم على أرواح الشهداء منذ قدوم الإنقاذ في عام 1989 إلى ثورة ديسمبر المجيد. السؤال أن كيف أن الثورة يكون ثورة ناجحة؟ في واحدة من الأسباب فشل الثورات هو غياب الوعي عند الثوار ذاته الشباب. يعني الثورة لما يكتفي عند تغيير الشخصيات مثلا خلاص بشير سقط ونحن خلاص نرجع البيوت كده الثورة بتفشل. فعشان كده عندنا نماذج للثورات. الشعب السوداني شعب معلم فعنده ثورات في 84 و65 على ما أعتقد إذا كنت صحيح في التاريخ يعني. فثورات الاثنين اللي حصلت في السودان سرقت لأنه الشعب السوداني أنا ممكن أقول مستوى وعي بتاعهم ما زي شباب اليوم. فنحن بعد سقوط البشير يوم 11 أبريل ما زال الشباب معتصمين في القيادة العامة لأنه عندنا مستوى من الوعي. فهذا الوعي ثورتنا يعني ما هي فقط تغيير لشخصيات. بشير فات طوال الناس يرجعوا على البيت وبعد ذاك العسكر يحاولوا يتحكموا في 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 السلطة. وكلام اللي قاعد نسمع فيه يعني زي مثلا بقولوا انه العسكر هو الضامن للديمقراطية في السودان او في للثورة في السودان يعني. لكن استمرار الشباب في الاعتصامات وكل الافكار الجاية من تجمع المهنيين السودانيين من الإضراب السياسي الشامل وإسيان المدني أعتقد أن الثورة يستطيع أن يحقق كل مطالبه. فلازم يكون في وعي ولازم يكون في وحدة لأن الشعب السوداني زي ما ذكر الإخوة أن الشعب السوداني شعب متنوع شمالا جنوبا شرقا غربا وسطا. نحن شعب متنوع فيه قبائل إثنيات. لازم الغادة اللي بيمثلوا وبيفاوضوا لازم يكون في تنوع. حتى إذا كان ما في تنوع مثلا في التمثيل في التفاوض على الأقل أنت تكون ملتزم في مثلا وثيقة إعلان الحرية والتغيير. فما ممكن واحد يجي هو عمل وثيقة طبعا نحن نقبضه بالوثيقة ده نحاسبه بالوثيقة ده. وثيقة ده أنت ذكرت فيه 10 حاجات لكن نطيت منه نقطة واحدة نحن نحاسبك. فحي جميل جدا تجمع المهنيين أعلن أنه ما يكون في مشاركة. تجمع المهنيين جهة رقابية هدفه يراقب أنه هل نقاط اللي هم قالوا نقاط قدروا نفذوا ولا ما نفذوا. على ما أعتقد بجهود الشباب ووعي الشباب ووحدة بيناتنا ثورتنا ما بتسرق إن شاء الله إن شاء الله. طيب بداية نترحم على أرواح الشهداء ونشكر مبادرة الباحثين اللي تحت علينا الفرصة دي. أنا حكون في مداخلة سريعة للإجابة على سؤال الأخ وهو بيتعلق بمستقبل السودان ومسار الثورة السودانية. السؤال صراحة هو سؤال كبير جدا والإجابة عليه بتتطلب إنه نميز بين حاجتين أو في شقين هم اللي بيحددوا مستقبل السودان الآن. أول حاجة نحن ليه ما قادرين نستفيد من التجارب الثورات السودانية؟ ليه ما قادرين نستفيد من تاريخ النضال والثورات في السودان؟ ده أنا برجعه لأسباب هي الصحيحة متعلقة بالوعي لكن كمان برضو متعلقة بالجانب الأكاديمي. نتأكد إنه الدراسات التاريخية في السودان هي ما ارتقت للمستوى اللي بيسمح لنا إنه نكتشف البنيات التاريخية
والثوابت في التاريخ من خلالها نستطيع انه نستقرأ او نتنبأ بمستقبل السودان، ودي حاجة مهمة جدا. يعني كنا بنتمنى انه يكون في تاريخانيين سودانيين ودراسات تاريخانية تحدد الثوابت او المنعطفات الكبيرة في السودان. ولما نقول ثوابت معناها قصدنا جماعة احداث كبرى هي بتأثر في تاريخ الدولة وبتأثر على مسار التاريخ في الدولة. الشيء الثاني هو ما يحصل في العالم يا جماعة. احنا ما بنقدر نفصل الحاجة اللي بتحصل في السودان عن اللي بتحصل في المحيط الإقليمي وفي العالم ككل. يعني لو بتلاحظوا انه الأنظمة والأيديولوجيات المختلفة المرت في التاريخ كلها الآن بدأت تتآكل يا جماعة، وفيك العالم ما بتحكموا أيديولوجيات بالصورة المباشرة اللي كان بها. يعني الأنظمة الاشتراكية أو الماركسية أو الليبرالية للعالم بدأت تحكموا حركات جديدة. لما نقول حركات جديدة يا جماعة قاصدين في أوروبا مثلا، إنه فعليا الآن ما بقت تحكم أنظمة ديمقراطية أو خلافة، لا، بتحكم منظمات المجتمع المدني. ومنظمات المجتمع المدني اللي هي بتتمثل في حركات زي الحركة بتاعت الخضر مثلا، حركة بتهدف لحماية البيئة، وحركة استطاعت إنها تأثر تأثير كبير جدا في السياسات المطروحة. وإذا رجعنا ناخذ مثال لدولة برضو قدرت إنها تحدد تاريخها ومستقبلها كويس، الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا دي ما دولة عظيمة من فراغ، يعني ما عظمتها دي ما وليد الصدفة. الناس كده ترجع تقرأ شوية لفرانسيس فوكوياما عن نهاية التاريخ وكيف إنه الصراع بين الأنظمة والأيديولوجيات المختلفة هو استطاع إنه يحدد به شنو اللي حيكون نهاية التاريخ. يعني آخر نظام ممكن يسود على وجه الكرة الأرضية البسيطة حيكون شنو. ده كله تم باجتهاد، بعمل جاد، بدراسات علمية، والناس الآن بتشتغل في ضوء المعطيات دي كلها. فيبقى الإجابة على السؤال هي كانت بتلخص في الشقين ديل، الشق بتاع إنه محتاجين دراسة تاريخانية شافية وكافية تحدد الثوابت اللي بتغير في تاريخ السودان شنو، ومحتاجين برضو نعرف إنه إلى وين بيتجه العالم. شكرا. تحية له. فهمتوا حاجة؟ أنا زيكم على فكرة، إحنا واقفين كده كلنا طبعاً، منظر الناس هم بيعاني واحد عارف يركز الجنبه قد شنو يقول في شنو عارف. يلا ما علينا، هو كان كلام ممتاز وكلام مليان شيء. فارق ملخص لكم في كلمتين عشان بعدها شنو نبدأ المداخلات حقتنا. الملخص حق الموضوع ده هو كان كلام كبير شديد وشكرا جزيلا عليه. وقبل ما أقوم ملخص ننزل للمستوى حقنا الجميل حقنا إحنا، نقوم نديهم تحية كويسة كبيرة على الحاجة اللي هم ردونا لها. ملخص الموضوع ده يا اخواننا انه العسكر شايفين انه والله يا اخي احنا في غيابنا ما حيكون في امن بكل بساطه. والحاجه الثانيه اللي احنا عايزين نقولها اليوم او واتذكرت قبل شويه في الكلام اللي هنا، انه يا اخواننا الوعي بتاع الجيل حقنا اللي خلانا نطلع ونقيف نصندت في الميدان لحد الوقت اللي احنا قاعدين فيه ده، دي ما حاجه سهله، ما حاجه زول يستهين بها. عشان كده احنا الحاجه الدايره نوصل للعساكر انه يا اخواننا انتم مخكم ما كعب، بس انتم مخكم كويس في محلكم. يعني ما ينفع انه حتى لو كان احسن مهندس في الحياه يجي يعمل لي عملية لجراحية لواحد مثلا، ما حيقتله صح ولا لا؟ لما يجي واحد دكتور مثلا يمسك لي عمارة يصممها حيطربك أهله، مش كده؟ ده اللي بيحصل ولا لا؟ فعشان كده كل زول يا اخوانا، بس الحاجة ده انه وصلنا لعساكر انه يا اخوانا انتم مخكم ما كعب، بس كعب في المحل اللي ما حقتكم. زينا احنا لما نكون يتعدى على مجالكم مخنا حيكون كعب في المجال اللي هو ما حقنا، مش هي دي الفكرة؟ بس بكل بساطة. فشكرا جزيلا للمداخلة للإضافات اللي إضافها لنا. فعايزين نسمع إذا في زول عنده تساؤل معين. أنا متأكد إنه كلنا عايزين نسأل إخواننا وما نخجل رأي لأنه كلنا ما فينا ولا حاجة. أنا عارف. تفضل.
طيب انا اسمي ناصر انا جيت من هنا وشفت المنصه دي وعجبتني حاولت اداخل هو يعني هو ما ممكن نقول له سؤال لكن هي اضافات يعني انا ممكن يكون عندي اضافات سؤالات فاول حاجه انا بشكر الناس اللي قاعدين هنا وبشكر الناس القائمين بالمنصه دي حاجه كويسه جدا فانا بس بدي اضيف شويه لانه ليه ثورتنا دي هي كويسه لكن حاسين منه حيكون في خطر في المستقبل مش انه ممكن يسرقوها الناس دي ممكن نمشي نرجع البيت وما حدثنا اي حاجه طيب الحاجه اللي حصلت دي شنو انه احنا قدرنا نعمل ثوره كبيره جدا ثوره كبيره اكبر من حقت 64 و85 وعارفين يعني ما في زول هنا ما عارف انه والله الثوره دي كانت سيئه وحقت 85 برضو كانت سيئه يعني ما هي الثوره في حد ذاتها لكن نتائجها كانت سيئه وخيمه جدا فالحاجه او الحاجه اللي بتخلينا احنا ثاني ما يعني ممكن وما ممكن نقع في الفخ ده شنو انا بالنسبه لي عشان الحاجه دي تحصل احنا مفروض نحجز يعني احنا ذاتنا الشباب دي او الجيل الماسك الثوره دي مفروض نحجز قضيه القضيه دي بتكون كيف يعني قضيه سياسيه قضيه معرفيه من الجيل اللي كان يعني جيل الناس الكوارد او الناس اللي هم اصلا كانوا منتجين للحياه حقتنا القديمه دي اللي هو شنو هسه حاليا في الوضع الحالي ده ما ممكن ان احنا بانظمه شموليه نقدر ندير الواقع بتاع السودان الحسي ولا المستقبل الجديد ده شنو لانه الحياه ماشيه تتغير وكل جيل بيكون عايش في منتجات او عايش في شنو في بيئه جديده بتلائم يعني او بتواكب زمنهم فهسه حاليا العساكر دي ذاتهم هم السياسيين هسه قاعدين يفاوضوا ضل انا بالنسبه لي الناس هم ذاتهم يعني هم في نفس الجيل وفي نفس العقليه اللي هم بيفتكروا انه مثلا السودان ده هيمشي لمزالق سيئه الكلام ده ممكن يكون صح لكن ليش نو لانهم يعني النظره حقتهم الامنيه دي ذاتها وهم لسه ما قدروا يحدثوا قطيعه معرفيه مع الجيل حقهم ده انا بالنسبه لي السودان ده ممكن يمشي كويس حتى لو ما في ولا عسكري واحد لانه شنو الامن ما بيحرسوه بالسلاح الامن بيحرسوه بالوعي له شنو في دول كثيره هسه ماشيه في انه تسعى ان يا اخي والله ما يكون عندها عسكر وما يكون عندها ناس بيقتلوا الناس عشان يوقف الامن الامن ده بيجي في 200 بيجي في لما يكون في وعي متشكل عند الناس والمثال من المدارس هنا قالوا لنا شيلوها احنا ركبنا مع امراض وضربونا ذخيره مش طيب لما التجمع قال لنا زيلوها مش احنا بخرنا الطريق عديل ونظفناه صح مش لاحظت الحاجه دي الفارق شنو الفارق انه القوه ما القوه بتاعت السلاح ولا القوه بتاعت العضل القوه بتاعت المعرفه اللي انت بتشيلها يعني انا بالنسبه لي عشان احنا سيرتنا دي ننجزها بالصوره الكويسه احنا نقوم نحدث القطيعه دي ذات القطيعه مع الناس اللي اصلا كان تفكيرهم ما زي التفكير المتواكب مع العصر حقنا انه هم الناس الشمولين والناس السيئين دي ذاتهم برضو عندي اضافه ثانيه اللي هو برضو احنا نخد ان السودان ده عنده خصوصيته يا شباب يعني احنا هسه مثلا ما ممكن برضو نشيل التجربه حقت امريكا نخدها هنا لانه امريكا ما هي السودان والسودان ما هو امريكا والوضع اللي قاعد هناك ما زي الوضع اللي قاعد هنا يعني انتوا قاعدين تفهموا الفوارق دي فهسه لو قلنا نشيل نموذج كوبي بيست نجيبه ونحطه هنا ما حينجح لانه ظروفنا يعني وضعنا مختلف من وضع امريكا فالناس يعني المفروض تنظر للواقع ده برضو يعني من شنو من شكل الحالي ده اللي هو مثلا شنو يعني هسه مثلا المتاخر هنا قال كلام ممتاز جميل اللي هو المساله بتاع حركات الخضر وكده لكن شنو يعني انسان افريقي ده هو هسه عايش في حياه انه داري يحرر نفسه كانسان من الاستبداد اما انسان اوروبا حاليا بيحاول ما بيحرر نفسه من الاستبداد لا بيحاول يستمتع بملذات الدنيا اللي هو انجزتها ثوراته في الزمن ده فمطالبنا ومطالبهم هسه ما بتكون واحده يعني احنا دارين نحرر نفسنا من نظراتهم هم ذاتهم لنا نحن يعني هسه لا من الامارات دي بتقوم بتجيب ناس تدعم السريع ديل وبتديهم قروش ده يعني ديل شنو لانهم اصلا خاتين في بالهم انه السودان ده عباره عن حديقه خلفيه لمنو ليهم هم ذاتهم وللدول بتشوف نفسها هي متطوره اكثر منا فاحنا محتاجين اول حاجه يعني نحرر نفسنا احنا ذاته كبني ادمين في المقام الاول بعد ده في حاجات بتجي يعني انت قاعد تفهم الحاصل صح ايوه فيلا بس معلش الاضافه هتكون طويله يعني هسه مثلا احنا في السودان ده عملنا ثوره وفي ناس كتار بدو يعني هسه مثلا في جنوب السودان بدو في تشاد بدو سمعت قالوا ناس اريتريا بدو وناس مصر شغالين والجزائر معانا شغاله ده دي بادره لانه في حركه بتاع تحرر في المنطقه اللي هو مثلا مناطق افريقيا دي ماشيه تتحرر الحاجه دي الناس ما تنظر لها باستغراب لا تنظر لها بانه والله الشعوب دي عانت معاناه كبيره جدا وفي قاسم مشترك بجمعها اللي هو شنو هي ذاتها دي نفسي الشعوب اللي كان الاستعمار طلع زيتها مش وهي نفس الشعوب اللي هسه الاستعمار قاعد يطلع زيتها لكن بصوره اخرى اللي هو كيف زي فرنسا هسه هي خامس دوله في العالم عندها قروش كثيره لا بالذهب شوف بالذهب وفي نفس الزمن فرنسا ما عندها ولا منجم ذهب ولا بير بتاع ذهب في فرنسا لكن بتشيله من وين
بتشيله من النيجر وبتشيله من السنغال وبتشيله من غانا. فده السؤال ده مفتح أو يعني نقطة مفصلية، لأنه الثورات حقتنا دي بتودي لوين؟ هل ثوراتنا دي بتودي لتحول إنه نحن كشعوب بنقدر ننظر لنفسنا من واقع نحن ذاتنا، يعني إحنا ذاتنا السودانيين والأفارقة والناس اللي قاعدين في الشعوب، ولا قاعدين ننظر لنفسنا إنه إحنا والله حدائق خلفية لنفس الشعوب التانية دي؟ السؤال ده كبير جدا، فده منفتح لحركات اجتماعية جديدة. يعني الناس السياسيين الهسة شغالين بنظريات قديمة ما حيلقوا نفسهم هم ذاتهم، لأنه الثورة دي ماشي تتجاوز حتى شنو، حتى النظريات القديمة دي، النظريات الجامدة دي، النظريات اللي كان بتنظر للقوميات لا، فدي قوميات جديدة ماشية تنظر لنفسها باعتبارها شنو، باعتبارها قوميات مضطهدة في زمن طويل. أنا الكلام اللي بقوله ده يعني ما لأنه أنا لا، لكن لأنه أصلاً الأوروبيين ديل والدول الهسي بتنظر لنا إنه إحنا حدايا خلفية، دي هي ذاتها اللي قامت، يعني ما بنقدر نقول سرقوا ثورتنا ديل السياسيين القدامى، لا سرقوا عن طريق الناس ذاتهم، فاهمين؟ عن طريق الناس ذاتهم، لأنه حرب الخليج مش لها السودانيين، مش الكويت السودانيين، الأرض السودانية مشت أثناء ما كانوا البريطانيين قاعدين، الدعم السريع قاعد يمشي، أنتوا فاهمين الأرض السودانية والدعم السريع وحرب الخليج والكويت؟ دي هي نفس المسلسل لكن بأشخاص مختلفين. يعني هسه حاليا زي الزول اسمه حميدتي ده هو نفس موقفه كزول كان ناصر الأرض السودانية المشو ديل، يعني التاريخ ده هو ذاته، لكن احنا كان ننظر له بشكل مختلف. قادرين تفهموا الحاجة دي؟ الحرب اللي دارت في الجنوب من 55 ولحد قبل أيام واقفة، أو هسه نقدر نقول حرب مستمرة لأنه لسه ما في أي معاهدات واضحة. الحرب دي كانت مستمرة وحتظل مستمرة ليه؟ حتظل مستمرة ليه؟ لأنه نفس الحلقات دي ماشية، الأرض السودانية طلعت حاربت في كندا والمكسيك، الدعم السريع هسه مش قاعد يحارب في اليمن وفي السعودية مش؟ وفي نفس الزمن ده كان الناس ما مشتغلة بالجنوب وما مشتغلة بالأماكن بتاعت أطراف السودان وكده، وهسه قاعدين يجندوا الناس زي وين؟ في أماكن شرق السودان، أهلنا في شرق السودان قاعدين يجندوا. فأنتوا لو قاعدين تنظروا للحياة دي انظروا لها بشكل واسع وكبير. فأي تصور ما يعني بيخلينا في السودان القديم احنا ما دارين، ودارين تصور جديد بنظر للواقع ده بشكل جديد. عشان كده انا بشدد عليه انه احنا المفروض نحدث قطيعه معرفيه وسياسيه. يعني اي زول بينظر للسودان بشكل القديم ده عدونا الاول، فاهمين؟ يعني حتى الناس قاعدين يتفاوضوا هنا ديل، لو بس يفتكروا انه يا والله الثوره دي غيرنا وجبنا عيش واكلنا وشنو ما عارف ليك، واولادنا مش المدارس وهو كده كده، وعملنا مطار ظابط وشنو ما عارف ليك، وعملنا سينما، دي ما الثوره. الثوره لازم تحدث قطيعه معرفية، احنا يكون تصوراتنا ذاتنا للحياة مختلفة من تصورات الناس الزمان ديلك. فالحياة دي الناس تقوم تخدها في بالها. انا دي مداخلتي وفي كلام كثير هو بتنسي، لكن شنو بنتلاقى في المنصات الثانية دي ونتونس، تمام؟ اي شكرا لكم. حرية سلام وعدالة والوعي قرار الشعب. حقيقة المداخلة قوية، ونحن المنصة بتاعتنا مفتوحة والأسئلة بتاعتنا كثيرة. وحابب بس اذكر انه السؤال بتاعنا هو كيف أن إحنا نقدر نحقق المطالب بتاع ثورتنا، وشنو الحاجات الممكن نتجنبها عشان الثورة بتاعتنا دي ما تتسرب، تمام؟ فده موضوعنا للنقاش والباب مفتوح للمشاركة بتاعت الجميع. تفضل يا سيدي. تحية بسم الله الرحمن الرحيم. هاشم ناجي خريج جامعة السودان. نحن حي مبادرة الباحثين السودانيين على هذه الإضاءة الجميلة، وكذلك حي الشاب ناظم على هذا السؤال وهذه الفكرة. طيب في البدء بارين زيبك أقول إنه الثورات القديمة اللي حصلت في السودان يعني أكتوبر 64 وأبريل 85 أحدثوها مثقفين، ما شباب صغار، كان ناس كبار يعني مثقفين. يعني ثورة 64 أصلا ندوة عملوها في الميدان الشرقي، ومن الندوة دي خرجت المظاهرة، والمظاهرة اشتبكت مع الشرطة، وفي النهاية الغرشي مات، وبعد ذاك المجلس العسكري بقيت عبود حكم، أقصد اتسلم السلطة للمدنيين. فعلا أكتوبر كان حكومة مدنية، يعني سيد الخاتم الخليفة الحكم بعد 64 كان زول مدني ما كان عسكري. فحكاية فكرة إنه الحكومة تيجي مدنية بعد الانتفاضة أو بعد يشيلوا حاكم عسكري ما حاجة جديدة في تاريخ السوداني. أطلق أكتوبر كان دفع سيد الخاتم الخليفة كان زول مدني ما كان عسكري. بس حصل في أبريل إنه المجلس العسكري كان يعني لما النميري طلع برا وفي مظاهرات وحصل اضطرابات وكده،
قام المجلس العسكري بقيادة سوار الذهب وأبو ماجد حامد خليل ومجموعة من العساكر صفوا من العساكر كانوا شخصيتهم قوية، هم مسكوا السلطة، فالمدنيين كانوا تحتهم يعني. ليه؟ لأنه هم كانوا في مركز قوة، هم اللي عملوا التغيير، فالشعب كان بيشوف العسكريين أفضل من المدنيين آنذاك. أما الآن حصل عكس، حصل عكس، إنه المدنيين في وضع أعلى من العسكريين، لأنه العسكريين بعد ما الناس جاءت القيادة وماتت وصلت مرحلة بعد يأس حتى العسكري يعني حاجة كده يعني ما تتوقع. آخر اجتماع كان بقول إنه يضربوا المحتصمين يعني مفترضين حاجة عادية، حتى هم الكيزان ما مدوغان إنهم يسقطوا بالصورة المريعة دي يعني. فده بالنسبة للثورة. الثورة الآن بتاعت الشباب هسه حصلت دي في تطور مرحلة حصل للجيل العمل الثورة اللي هو مواليد 95 و2000 دي، لو عملت بحث بتلقاهم تلتين من الثورة الموجودين في الترس وفي رجال المغام وفي الأحياء وفي الفيسبوك والواتساب بالإضافة للعمل بتاع السوشيال ميديا. هسه الثورة دي موثقة، أي مظاهرة مرقت في الثورة دي موثقة ففي دوكومنت. أما الثورات القديمة ما كان موثقة زي الثورة الحالية دي، فيعني الثورة دي عندها ذاكرة قوية وثورة مختلفة يعني قوية يعني. فعشان كده سقف المطالب عالي، الناس مطالبين بحكومة مدنية، فده السبب يعني في 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 الثورة الحالية. هسه أكتوبر بتعرف عنها شنو؟ أغنية واحدة لوردي أو كتبها الشاعر محمد المكي إبراهيم، وفي النهاية لما جاءت الإنغاز بقى إسلامي، حاجة موسفة يعني. 85 أغنية برضو لوردي البغني فيها بقول فيها ما بتذكرها الشعب اللي الدكتور لنطي انتمى وضرب نظام التغمة، وكتب عليهم محجب شريف، ربنا يرحم محجب شريف ويرحم ولدي. وتاني غنية للكابري اللي هو لسه في الأمر عجب في جمادة أو رجب إنهما قد وجب أو إنه الشعب يغضب، فدي غنيتين. لكن الثورة دي موثقة من الألف لحد الياء، عشان كده يعني القتل فيها والضرب بتاع الشرطة والاختغالات والكلام وكل الشغل متامة في الميدان ده، فالثورة دي موثقة. السؤال بيطلع نفسه إنه كيف نحن نحمي ثورتنا وما تستدق زي كل مرة؟ دائما يا جماعة نحن حقه نحترف بالحاجة دي. أي ديكتاتورية جات عن طريق حزب ديمقراطي، الديمقراطي الدكتاتور الأولي بتاع العبود جات كيف؟ حزب الأمة كان بقيادة الأمير راي عبد الله خليل بيك، وكان أمين عام لحزب الأمة وكان رئيس الوزراء، مش سلم السلطة بكل بساطة. شو الكلام ده لعبود؟ يعني عبود ما كان داري عمل انقلاب ولا حطك الدبابة، قاعد في بيته مسك السلطة الأمير راي. والأمير راي بتدخلي بالدقس ودخلي بدأ أول عسكري يمارس العمل السياسي، بعد ذاك أدى الرغبة للعسكريين ها يجي يعني يكون عندهم فكرة في السلطة. العسكريين ذلك في تاريخ السودان ما كان عندهم علاقة بالسلطة، كان مهمتهم الدفاع وحفظ الأمن وصون تراب الوطن، ده كان مهمة العسكري، ودي مهمة سامية جدا أكبر من السياسة. لكن للأسف الشديد الأمير راي فتح لهم الأسباب ده. هاي جاءت الديمقراطية الثانية وعمل انقلاب لمنو؟ عمل انقلاب في 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 حكومة بابو، كان حكومة حزب الأمة. الحصل شنو؟ كان في نواب الحزب الشيوعي طردوهم من البرلمان، نواب منتخبين الشعب، حتى لما طردوهم قاموا مشوا وفتحوا بلاغ في المحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية منعت الطريق ما ينطردوا، يكونوا قاعدين لحد ما الديمقراطية تنتهي، بعد ذاك يجي انتخابات يشيلهم برا. لكن لا، أسهلي رفض قرار المحكمة الدستورية، وكان القاضي الوقت ذاك بعد كده عوض الله نطلعهم عليهم جميعا، فقام رفض أسهلي، قام رفض قال له ما طردوا نواب الحزب الشيوعي من البرلمان، أنا هطلع في موكب وأطردهم. فالحزب الشيوعي بكل بساطة قامت وقت ذاك كان في اليسار أو الاشتراكية كانت متصاعدة يعني تيار غوم العربي، فقام الشيوعيين أو الضباط الحراك في الجيش قاموا بالانقلاب ومسكوا السلطة. 25 مايو 1960 نميري مسك السلطة، نميري مسك السلطة، وبعد ذاك حصل ما حصل واستمر لحد ما جاء الانتفاضة بعد 6 أبريل 85. الديمقراطية التابتة كمان برضو الحزب داخل البرلمان اللي هو الجبهة الإسلامية الغومية، الحزب كان ثالث. شوف الحزب الأمة فاز ب101 مقعد مسك رئاسة الوزراء، الحزب الثاني الاتحاد الديمقراطي فاز ب64 مقعد، الحزب الثالث الجبهة الإسلامية الغومية فازت ب53 مقعد. أنت مسكت 53 مقعد يعني تدت مقعد البرلمان. أنت الجبهة الإسلامية بكل بساطة عن طريق الجيش عملت انقلاب نفسي، قلدت الشيوعيين وقلدت حزب الأمة لما سلمها، فعملت الانقلاب ده وقعدت 30 سنة. يعني أي ديمقراطي وئدت من داخل من داخل جسمها يعني، ما جاءت حاجة من برا. فالجبهة الإسلامية عمل انقلاب هذا الدموي والكلام الكثير ده. حتى قبل الانقلاب بشهر جريدة الدستور العراقية كانت بصدر في لندن كتبت بالنص أسلم شغل التاريخ، قالت إنه عميد مزرات عقيد مزرات عمر البشير يخطط لانقلاب عسكري في السودان.
والكلام ده ورد صادق الماجد. صادق الماجد آخر لحظة أن يا معبو والروب وقول لهم احتقل البشير واحتقل مكبيرة كان فيه يعني معلومات عن الانقلاب ده كان مؤكد. في النهاية كان حصل انقلاب وهسه استمر 30 سنة. هسه أنا الآن بشوف أحزاب هو الحرية والتغيير فيها عندها مشكلة. الحراك هسه في الشارع يعني إحنا كلنا الحراك ده كله ما هي ما على مستوى الحراك في الشارع أحزاب هو الحراك تغيير. ليه؟ هسه نحن في الشارع كلنا على جسد واحد وعلى غرب رجل واحد. لكن أحزاب هو الحراك تغيير فيها خلافات. هسه هم تلقى الأعمال المجلس العسكري ده ليه؟ لأن هم عندهم أخطاء تفاوضية ارتكبوها بالمناسبة صراحة كده. عندهم أخطاء تفاوضية وبعدين كان كل مرة بيشتروا إنهم يكونوا جسم يقدر يفاوض العسكريين. بس العسكريين دير هسه يشوفوا المفاوضات 95% تنازل بكل بساطة. لكن المجلس وين؟ في المجلس السيادي. هل تعلم إنه أنا وأخشى إنه الكلام ده يكون كذب بتمنى يعني. قال داخل هو الحرية التغيير. في ناس مؤيدين إنه المجلس السيادي ده بكامل الصلاحيات يكون العسكريين ماسكينه ويكونوا عندهم أغلبية في داخل غرفة التغيير. قالوا في كلام زي ده. لكن لكن أنا حاجة المعلومة اللي أكدت إن الشيوعيين والغوامين العرب والحركات المسلحة رافضة ده حكومة مدنية بحتة. وأنا حييم من هذا المنبر. لكن فدي يعني دائما إنه الأحزاب ما على مستوى الشارع ولا يعني نتمنى إن الأحزاب تطغى على مستوى الشارع لأنه هسه نحن كلنا دارين حكومة مدنية بكامل صلاحياتها. وشكرا على الفرصة. طيب يا اخواننا يديكم العافيه ان شاء الله. كان حضور جميل شديد وكانت مداخلات جدا رائعه واستفدنا منها جدا. البرنامج ده حيكون ثابت ان شاء الله في المنصه دي كل يوم من الساعه 9 للساعه 10 وان شاء الله حيكون ناس من الناشطين في السوشيال ميديا حييجوا وحيتناقشوا معانا وحنتكلم مع بعض. هسه حاليا يا اخواننا زي ما قلنا انه الثوره دي هي ثوره وعي فبالتالي احنا لازم نقضي حتى زمننا اللي بنقضيه هنا في حق مفيده. فالبرنامج الجاي ان شاء الله حيكون عباره عن اللي هو نادي المخاطبه الانجليزي. في ناس كتار بيكونوا عايزين مكان يتكلموا فيه بالانجليزي مع بعض عشان يقوموا يطوروا اللغه بتاعتهم. فالحاجه الجايه ان شاء الله هتكون عباره عن شباب عندهم انجلش كلب او نادي مخاطب انجليزي هيجي يقعد يتكلموا مع بعض وبتناقش موضوع معين عشان يقدروا يطوروا اللغه بتاعتهم. تمام؟ طبعا انا اوريك كلام هو في فرنسي وفي انجليزي. قال صح اسح عليه قرينا في نادي المخاطبه الجاي حيكون فرنسي. تمام؟ والبعض حيكون انجليزي ان شاء الله. فالمهم احنا كل يوم الحاجه اللي هنعملها ان شاء الله مداخلات كانت جدا جميله لكن من بكره واحنا ماشيين مداخلات نحاول شويه نقلل الزمن بتاع. وثاني حاجه الشباب اللي حيكونوا موجودين معانا من الناس الطالعين في المجال السياسي زي ما بيقولوا برضه هنحاول نبلغهم قبل الستيج بشويه عشان خلنا ندون الكلام بسيطه حبه كده عشان كلنا نقدر نفهمه مع بعض. تمام؟ فيديكم العافيه ان شاء الله. وقبل ما نمشي نقوم نجوط الاعتصام شويه كده نكورك حبتين كده. حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب. 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 مدنية 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 مدنية. يلا هنسير العالم كله مع بعض. جند الوطن عند أعدائي الفداء لم نخن نتحدى الموت عند المحن نشتري المجد بأعلى ثمن هذه الأرض لنا فليعش سوداننا علما بين الأمم. يا بني السودان هذا رمزكم يحمل العبء ويحمي أرضكم. نتلاقي بكرة إن شاء الله من الساعة 9 للساعة 10 في نفس الستيج. يديكم العافية.